طيب احنا شفنا بعض الظواهر اللي المفروض بتتعمل من الولد او البنت وبعض طرق العلاج هنتكلم فيها مع حضرتك تاني، ولكن البنت لما بتوصل بقى لمرحلة مثلا ابتدائي اعدادي فبتبدأ تقول يا ماما انا كان نفسي في اخت قوي، وعلى فكرة شفت في اوساط قريبة مننا صديقات تقول لك انا حامل وبدعي ربنا ارزق ببنت علشان تيجي اخت بنتي لاختها، وكذلك انا بتمنى من ربنا يرزقني الحمل ده ولد علشان يبقى اخ لاخوه الكبير. فترة احتياج الجنس الآخر، أنا عايزة أخت وأنا عايز أخ، أنا كأم أعوضها إزاي أو أحاول أقنعه إزاي وأقوله أقوله قدر ربنا يا ابني يرضى ولا أعمل معاه إيه؟ هناك مشكلة أكبر عزيزتي ندى، أنه لما بيكون الولد موجود لكن الأم غير قادرة على الحمل، فهي مشكلة عميقة جدا، وفي بعض السيدات بيعانوا منها. فالتوضيح للطفل حسب عمره بيكون، سواء كان بعمر الابتدائي أو أكبر شوي أو أصغر شوي، حتى بعمر الروضة بيكون بداية الإشكالات بعمر الروضة، لأنه لما بيدخل على الروضة بيشوف في أشكال ألوان وأجناس أخرى وناس تانيين، وأنا ليه كتير وحدي عايش. وليزة. لما بيروح على المدرسة أو على الروضة بيحس إنه في طبيعي، في شيء يعني بيريحه بينعشه، بيرجع على البيت بيصيبه حالة من الانعزال، حالة من الانفصال بالشخصية، بحس حاله إنه هو مو رايد يعيش مع ماما وبابا، كأنه هن صاروا يعني مثل أعداء أو ليش ما عم يلبوا له طلبه. بيرجع على المدرسة مرة ثانية بيرجع بيرتاح، فهذا الولد عم يتذبذب بين هنا وهناك. طبعا كحل مبدئي للام من عمر الروضه بتبدا بكير بتحكي له انه مثلا سواء كانت حامل عم تنتظر بيبي او اذا كانت ما بتقدر تحمل، بدها تقول له انه هي القضيه اول شيء مو بايدي انا، يعني في شيء خارج ارادتي، فانا بحاول تكرم ماما بحاول، يعني ما تقول له مستحيل لانه الولد بالعمر ما بيفهم المستحيل. بعد فتره بس الابتدائي بنبلش بنوسع له الدائره، كيف يكون اللقاح بين الحيوانات بين النباتات، كيف الدنيا مشكله من اشكال الوان، ممكن يكون واحد يكون اثنين، ناخده على الجنينة حيوانات، نعرفه على اطفال برا. اهم نقطه بهي القضيه قضيه الوحده، ان يبدا الولد بتوسيع دائره معارفه، والام تكون عندها هي الوظيفه مهمه يوميه، يعني يوميا الولد لازم يشوف ناس تانيين، ناس جديده، لازم يشوف جيران اقرباء، وخاصة بالهجرة يعني وبلاد المغترب والتشرد اللي عايشينه الناس بعد ما صارت الثورات، صاروا الناس يدوروا على ناس، يعني ناس تانيين زينا، يعني بحسوا فيني وبيعرفوا بالدار المهجر انا عايش فيها. فدوروا على امثالكم على اقل ما تقدر كثير، مثلا الناس بيشبهوكم شوي لحتى الولد يشعر لو في اخطاء. على فكره هلا في ناس بتقول لك لا انا بدي ابني يطلع منيح وما بدي يطلع في عنده سلوكيات سلبيه، لا بدي يقعد في البيت افضل. لا انا اريد من الام ان تختلط مع الاخرين وتعطيه اللقاح، يعني تعلمه كيف انه يصد الغلط او يجي يحكي له عن الغلط، لانه الغلط موجود المجتمع يا جماعه، موجود الغلط دائما، وقت ما بكون مش مثالي يعني نحن عم نحط الولد كانه بعالم الشرنقه اللي هو بده يجي يوم ويطلع، فبيروح بيتفاجئ انا فين وبتصدم. وانا مين ساعات بيحصل مين؟ مش بس يتفاجئ، ساعات بيحصل انتكاسه للعيل لو مش واخد الحصانه الكويسه اللي تخليه يعرف يتعامل، يبقى في صدمه مش عارف يتعامل، انا ما شفتش الطريقه دي ولا التعامل ده في البيت عند ماما، احنا مع بعض كده بس. فهو شايف ماما دايما وشايف بابا بس، هدول نموذجين للجنسين اللي بالكون. فلما بيطلع لبرا وبيشوف الاجناس الثانيه بيتزعل وبيتضايق انه ليه انا مالي عايش حياه طبيعيه، فبيروح بلوم الماما وبلوم البابا. طبعا مثل ما قلنا اول شيء التحضير، انه نفهم الولد انه ان شاء الله حنحاول لانه صغير، تكرم عينك، حاولي تجيبي له بيبيات صغار يلعب فيهم، هدول اخواتك سمي لهم اياهم اسماء. ممكن خدي دوما يعني والعاب لعب لعب اي لعب على شكل بيبيات، يعني في البنات دوما بتعمل بيبي وبتسرحي لها شعرها وبتطلع كل حاجه بتعملها بالضبط، بتريح شوي زي الطبيعي بالضبط. بالضبط، وما تحاول تكون القصص او يعني اللعب غاليه دائما، تكون اشياء بسيطه عشان الولد يبذل جهد بالخيال، ما يكون كل شيء متاح قدامه، فيكون لعبه بسيطه لها شعرات طواله ومصوف، هي عم تمشطها، هي اختك اللي اسمها فلانيه، هذا اخوك اللي اسمه فلاني. بعد فتره نبلش بالتعرف على الاصدقاء الجيران اقرباء برا، خذيه على جنينه برا لعبيه مع الأطفال، خلي عينك عليه دائما. يجب أن يعيش بمجتمع مفتوح، لا تحاولوا تعيشوهم بفقاعات معقمة، لأنه مثل ما قلنا بشوي إذا طلع بهي الطريقة حيكون يعني يدلق دلق، يعني شو يعني يتدفق ينفلت من عقاله، فهذاك الوقت إرجاعه كتير صعب. أما قضية اللوم للأم والعداء لها أو ليش ما عم تجيبي لي، وإذا أجى البيبي غير ما بده بيروح بيضرب بطن الماما وبيبكي وبيبقى بيعملها محزنة وبيعصب وبيحس حاله أنه هو غير مطاع، ما هو الولد الوحيد مدلل، ومدلل لدرجة زائدة، الدلال الزائد بينزعه،
بيحس حاله انه هو الامبراطور اللي لازم انه يكون مطاع دائما. عارف وواثق انه ما حدش هيعمل لي حاجه او حدش يعاقبني. ببلاد اليابان كيف انه عندهم ولد وحيد يعانون من هذه القضيه دائما، انه الولد عندهم لازم ان يكون يعني الكل خدامين له، يعني يشر اشاره ما في ولد غيره، يعني كل اللي عندي حيلتي، فبعطيه المصاري كله وبعطيه الحناني كل حنانه كله وبعطيه الاوامر عنده هيك بالاشاره، اشر انا بعطيك شو بدك متاح، حتى بسخر مالي وحياتي كلها لاجلك. فعيش الولد بهذه الطريقه يجعله يشعر انه يستحق، وبيعيش بحاله من الانانيه والغرور والنرجسيه، بيطلع للمجتمع بده يعامل كل الناس بنفس الطريقه مثل ما عاملوه ماما والبابا، بيتفاجئ انه المجتمع ما كله ماما وبابا. في ناس بيزعلوا، في ناس بيرفضوا، في ناس بيضربوا، في ناس بيقولوا لا، يعني بينرفزوني بطريقه بيستفزوني، ليه الناس هيك مو حلوين؟ بيرجع مره ثانيه للبيت، لا هون امبراطوريتي الامنه. فكثير من الايام تلاقي الولد الوحيد منعزل عن الاخرين لانه يشعر انه هو فوق، ما بيقدر يوصل لا درجه من التفاهم مع اصدقائه او رفقائه بالمدرسه او الروضه. فهذه المعاناه الشديده تجعل الام يعني تشعر انه هي كما يقولون باد ماذر، انه انا دائما ام سيئه، ما عم بقدر احقق امنيه ابني، دائما بتحس بايوه ضميرها واجعها، ليه هيك ام ما عم بقدر البي، فمزيد عذاب. واحساسها هذا بينعكس امام الطفل، بيشعره بانه هو فوق، انه لازم تلبي لي طلبي، ليه ما عم تلبي لي طلبي؟ فهذا دائما بيجعل نوع من التشنج بالعلاقه بينه وبين اولاده.